السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب حبيبي دي رسالة الملائكة ليكم النهاردة، رسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. رسالة النهاردة بتقول ان عجلة الحظ ابتدت تبقى في طريقك، وضعك بيتغير. لو انت مش متأكد من ان وضعك بيتغير، الرسالة دي بتأكد لك ان وضعك بيتغير وربنا بيدبر لك امرك في هذا الوقت. الرسالة كمان بتقول لك اتشجع وتمرن على التحلي بالصبر، وانتظر حتى تنتهي الاشياء الخبيثة من حياتك. انتظر بس لبعض الوقت، يعني مش كتير من حياتك، هتنتظر حاجات بسيطة لخروج السلبيات من حياتك، وابتدي بدخول الإيجابيات لحياتك انت باستمرار. حاول انك تتمرن على التأملات باستمرار بان السلبيات بتخرج من حياتك والإيجابيات بتدخل، لان عجلة الحظ هنا واقفة على شيء بسيط من السلبيات داخل حياتك اللي ابتدت تخرج ما شاء الله، وهي خلاص في طريقها للخروج بإذن الله. في ناس منكم كتير قدرت تتخلص من الطاقات السلبية في حياتها، وقدرت تعمل تشافي لنفسها، وابتدت ان الحياة تمشي معاها حلو، وحياتها بتتغير واحدة واحدة. بس لما الكواكب بتكون في الوضع ده، عجلة الحظ بيحصل شوية لخبطة وتقلبات في حياتك. يعني اللخبطة ممكن تكون عليتها إيجابية، بس بتشعر انت بالارهاق من بعض الحالات اللي بتخش حياتك، حاجات بتحصل في حياتك بترهقك، عمل مرهق ممكن، علاقة زوجية مرهقة ممكن، مثلا انت علاقتك مع اللي حواليك بترهقك وبتسبب لك لخبطة. في الوقت ده بتكون الكواكب مسيطرة على الابراج شوية، فانت حسب قدرتك على التحمل. لما بتاخد الأمر على محمل شخصي وعلى محمل الجد بتتعب، لما بتاخده كأنه قوة عادية، حاجة عادية دخلت حياتي وأنا أقوى منها. لأن لما بتكون الكواكب في الوضع ده بتحصل زي ما قلت لكم اللخبطة دي، فبتبقى قدرة بتفوق قوتك أنت، أو قوة بتفوق قدرتك أنت على التحمل. بس اللي بيقدر يتحمل في هذا الوضع بإذن الله حياته كلها بتتغير للأفضل، حسب بقى انت قدرتك على التحمل، انك ما تاخدش كل شيء على محمل الجد وعلى محمل شخصي. حاول ان قدرتك انت تفوق القوة الخارجية دي، علشان ما يحصلش لخبطة في حياتك، علشان طاقتك ما تستنزفش، لانك ما شاء الله داخل على حياة رائعة، بس فيها شوية لخبطة بسبب ان الكواكب مأثرة شوية على جميع الابراج. في انعكاسات شوية في حياتك، في مشاكل ممكن، في لخبطة، هو في شوية كده لخبطة، ولكن لو انت اتحملت كده عملية الخفق والدوران واتناغمت مع اللي حواليك، يعني زي ما تقول كأنك بتتناغم مع الكون، الحاجة دي كده حصلت الحمد لله يا رب العالمين، الحاجة دي مشيت كويس الحمد لله يا رب العالمين، جت حاجة سيئة الحمد لله يا رب العالمين. فانت لما بتستخدم دايما طاقة الحمد بيحصل معاك بقى التناغم، زي ما بيقولوا كده بتتناغم مع الكون، فبيحصل معاك سيطرة على الموقف، بتسيطر على العجز اللي في داخل حياتك، بتسيطر على العلاقة الزوجية اللي معاك، بتسيطر على الحبيب، بتسيطر على الصديق، بيكون عندك كده قوة سيطرة هائلة، وده طبعا من قوة استحمالك انت وتناغمك مع الماشي. يعني انت بتتناغم مع الحاجة اللي ماشية في حياتك وكأنها حاجة طبيعية جدا وهتعدي في لحظة، مش حاجة هتأثر عليا ولا هتعكس الأمور عليا. خليك دايما محافظ على انك دايما تكون متوازن، استخدم التوازن وابدأ بالاسترخاء، ارخي أعصابك،
استرخي في مكان، استجم في مكان، سافر في مكان واستجم فيه، اعمل حالة استجمام لنفسك ولو كام يوم، انك ما تفكرش كتير وتتعب نفسك وترهق نفسك، بس تقدر تسمع القرآن بصوت هادي، تسمع يعني حتى لو صوت الطبيعة تكون هادية كده امامك، في موسيقى كتير لصوت الأصوات الطبيعة فقط جميلة جدا، يعني بتخليك تسترخي وتستجم. حاول تستخدم الموضوع ده في التأملات، يعني لو بتتأمل ممكن تشغل صوت الطبيعة، صوت العصافير، صوت الشجر، الحاجات دي بتخلي طاقتك ترتفع جدا، وتقدر انك تتناغم مع الشيء اللي انت فيه، وتقدر تستحمل، وتقدر بإذن الله تعدي المرحلة دي، لأنك هتكون مسيطر في المرحلة اللي جاية بإذن الله. عند ما اتخطيت المرحلة دي مش لازم تتعب نفسك وتقول إمتى وفين هتتوقف عجلة الحظ دي، لا هي مش هتقف معك. حاول تسترخي، حاول إنك تشعر بشعور مريح، يعني ما تحاولش تعرف كل شيء، إيه اللي هيحصل يا ترى، إيه اللي هيحصل بعد كده، بلاش. انت ممكن تسأل السؤال الصح للملائكة وانت في خلوتك وتقول وماذا ممكن ايضا، يعني ايه تاني اللي هيحصل في حياتي، ممكن تقولها بطريقة علمية او ممكن تقولها بالفطرة عادي خالص، انك تقول يا ترى ايه اللي هيكون افضل في حياتي الفترة الجاية، ايه اللي اقدر اعمله علشان حياتي تتغير للأفضل بإذن الله في الفترة القادمة. فأنت الإجابة هتجيلك إما في رسالة أو في منام بإذن الله، وحيكون لك إجابة من الكون بإيه اللي تقدر تعمله عشان تكون حياتك أفضل، وتسأل تقول تكون حياتي أفضل ماديا وعاطفيا وعمليا، ودايما تقول كل ما في الحياة يأتيني بيسر وفرح من عند الله وملائكته، دايما كل تقول كل ما في الحياة يأتيني بيسر وفرح من عند الله وملائكته، بإذن الله كل شيء هيمشي في حياتك زي الفل، وهتكون انت مبسوط بطريقة حياتك الجديدة اللي انت بتعيشها بإذن الله. ودايما الورقة والقلم، اكتب أهدافك الجديدة، علم على اللي انت حققته في حياتك وقول الحمد لله قدرت امشي الحاجة دي من حياتي، حياتي اتظبطت في الايام الفترة اللي جاية، حياتي اتغيرت 180 درجة. اكتب الشيء الجديد اللي انت عايزه يتم في حياتك، مثلا احلام جديدة، اكتب احلام جديدة، مش ضروري تكتبها ان هي ايه انا عاوز كذا، لا انا يعني مثلا اشتريت المنزل ده، انا اترقيت في عملي، انا نجحت في السنة دي، انا اشتريت الشيء اللي انا نفسي فيه، مثلا انا انجبت طفل احبه، انا اتعالجت من كذا كذا كذا، الشيء اللي انت حابب تعمله اعمله على انك انجزته بالظبط. مثلا انا عالمي كله اصبح محب، انا حياتي الزوجية اتعدلت، زوجي بيعاملني معاملة جميلة، الكلام اللي انت بتقوله ده الكون بيحاول يحققه لك بإذن الله، وملائكة الرحمن بتحاول ان تخلي تعدل الشخص اللي قدامك ده عشان يعاملك كويس، علشان حياتك تتغير للأفضل بإذن الله. فحاول انك تستوعب علامات الكون بعدها، بعد ما انت بتكتب الشيء ده وتركن الورقة دي كل يوم تبص فيها، ممكن تعلقها وكل يوم تنظر ليها، وبإذن الله هتلاقي أهدافك بتتحقق واحد ورا التاني من غير ما تتعلق بالأمر. افضل اتخيل انه حصل، ان فعلا الشيء ده حصل زي ما انت عاوزه بالظبط، انا تزوجت من الشخص الفلاني الذي احبه، انا كذا كذا كذا، يعني حاول انك الشيء اللي انت عاوزه يتحقق اعمله كانه تحقق، كانك عايش فيه في واقع، وتخيل بقى عشان عقلك الباطن يتخيل الشيء ويتناغم مع ذبذبات الكون ويبدأ في تحقيقه بفضل الله. دي أسرار كونية وأسرار ربانية من عند الله، قوة العقل الباطن في التخيل للشيء بتأثر على ذبذبات الكون وبيحقق لك الشيء اللي انت فعلا بتتخيله انه حصل، ما تتخيلش ان هو ما حصلش، لا. يعني انا مثلا عايزة اتجوز مثلا، انت تفكري ازاي يا اختي، تفكري انك لابسه فستان الفرح مع الشخص اللي انت بتحبيه المناسب ليكي، ان شخص جاي بيتقدم لك وانت بتوافقي، ان تخيلي الموقف كانه بيحصل فعلا، احلمي بيه وانت صاحيه
كل يوم بنفس الموقف. اتأملي، جربي الشيء ده لمدة 21 يوم تأمل متواصل في الثلث الأخير من الليل مع الدعاء لله، وشوفي بإذن الله إن الشيء ده هيتحقق ولا لا. وقبل ما تدعي في دعائك اذكري بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله الوهاب الكريم أو الفتاح الكريم 100 مرة قبل الدعاء، وشوفي بإذن الله دعائك ده هيتحقق ولا لا. وجربي سحر الكتابة في تحقيق الأماني بإذن الله. أنا كده خلصت رسالة حبايب قلبي، يا رب أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.